حيث يعد التعرض للضوء الأزرق الصادر من شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها يؤدي إلى إرهاق العينين والتأثير عليهم بشكل سلبي. للتعرف أكثر عن نظارات الضوء الأزرق لحماية العين من هذه الأشعة الضارة، نتعرف عليه سويا من خلال هذا التقرير ومن ثم لنا عودة. مع التطور التكنولوجي الكبير وتحول معظم المهن إلى مهن رقمية وتعرض العين للحاسب الآلي أو الهواتف الذكية لفترات طويلة، نتج عنها إجهاد العين والصداع والرؤية الضبابية عند استخدام هذه الأجهزة. فقد تم اختراع نظارات الضوء الأزرق لحماية عينيك من هذه الأشعة الضارة. تتميز هذه النظارات بأن عدساتها تضم طبقة إضافية ملونة تفلتر الأشعة الزرقاء بشكل يحمي ضد التوهج الناتج عن الأجهزة الذكية. فتحد هذه العدسات من ملامسة عينيك للأشعة الزرقاء التي تشع من هاتفك الخلوي والحاسب الآلي وبعض مصابيح الإضاءة التي تحتوي على ذلك الضوء عالي الطاقة الذي تتحسس منه أعيننا، أو حتى من أشعة الشمس الضارة التي يمكن أن تضر بشبكية العين. يعتقد البعض أن فقط من يعاني من ضعف البصر أو من مشاكل بصرية هو من يحتاج إلى عدسات الضوء الأزرق، لكن في الواقع هذا غير صحيح، فتلك النظارات ليست مخصصة لتصحيح البصر بل لحماية العين من الآثار السيئة لاستخدام الأجهزة الرقمية، وبالتالي فهي مفيدة لكل طفل وشاب وبالغ يستخدم هاتفا ذكيا أو حاسبا آلي أو حتى يشاهد التلفاز. في الواقع أجسامنا قد تكون بحاجة إلى كمية معينة من الأشعة الزرقاء، فإن التعرض العالي لتلك الأشعة لكثير من الوقت سواء من المصادر الطبيعية أو الأجهزة الرقمية يمكن أن يكون له تأثير ضار دائم على صحتك. ولتصدي تلك الأضرار عليك بارتداء نظارات الضوء الأزرق.